السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا كلكم بألف خير. لو أول مرة تشوفوني معكم شيرين من قناة 7 ستارز. اليوم كتير متحمسة لأقدم لكم وصفة الفطائر التركية أو فطائر السميد التركي. طريقتها سهلة وبسيطة ومقاديرها متوفرة في كل بيت، عملت لكم إياها بكل حب لكل المتابعين. سر نجاح هاي الوصفة مش بمكوناتها، في طريقة تحضيرها. شايفين العجينة ما أحلاها، سفنجية قطنية ما بتتخيلوا قديش كتير طيبة. وأنا قبل كده كمان عملت السميد التركي، حطيت لكم إياه بخانة الوصف، وكمان الفطائر التركية والفطائر الفلسطينية حطيت لكم إياها كمان في خانة الوصف. طريقته سهلة وبسيطة، وخلينا نروح نشوف في مقادير وطريقة التحضير. المقادير: عندي كوب من المي 250 جرام، وقدو كمان كوب من الحليب 250 جرام، وضفت عليه 100 جرام من الزيت النباتي اللي هي ربع الكوب اللي احنا استخدمناه، معلقتين كبار من اللبن الزبادي. سر طراوة العجينة، في ناس بحطوا بيض، انا ما بحط بيض. هضيف معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقتين كبار من السكر. الفطائر التركية بتكون حلوة أكتر من هي مالحة، غير عن الفطائر العادية. وأضيف معلقة صغيرة من الملح وأضيفهم وأمزج المكونات كويس مع بعض. هيك عندي المكونات السائلة جهزت. هضيف عليها كيلو من الطحين، هضيف الطحين بالتدريج مش هضيفه مرة واحدة. لبتاتي نتيجة أفضل وتحافظ على قوام العجينة. هعجن المكونات كويس مع بعض. إجتني رسائل بتقول العجينة هي اللي بتعطي نتيجة، لا، هي العجينة ما بتعطيش نتيجة أفضل، يعني الإيد كمان بتعطي نتيجة أفضل. وأنا اليوم حعملكم إياها بإيدي وأفرجيكم كيف النتيجة بتطلع عندي، بس المهم إنه تعطي العجينة كفايتها وإنت بتعجني. شايفين ما أحلى؟ حمزج المكونات وهلأ ألمها بإيدي وأعجنها. العجين حياخد معاكي 10 دقايق، بس أنا قصرت معكم الفيديو حتى ما يطول معنا. حلم العجينة بإيدي، طبعا انا حطيت شوية زيت نباتي، وحغلفها وما تخلي هوا يفوت حتى ما تجف، واغطيها واسيبها بس 20 دقيقة ل30 دقيقة مش اكتر. بهاي الفترة انا بدي احمص السمسم، عندي 200 جرام من السمسم حمصهم. هو الافضل ان احنا نجيبه ابيض واحنا نحمصه بالبيت، ما بدنا اياه يكون لونه كتير احمر. شايفين ما بياخد معكم 5 دقايق. هيك أنا عندي جهز سمسم. هضيف 3 معالق كبار من دبس التمر أو العنب، هضيف عليه كوب من المي، حمزجه منيح. وأنا هيك جهزت التغليفة، هسيبها وأحطها على جنب. خملت عندي العجينة، شايفين ما أحلاها. هقطعها قطع متساوية، كل قطعة اجت عندي 80 جرام. انا ما قسته لاني انا متعودة اعمله وما حطيت الميزان. انا متعودة لما بقطع بخلي الكور نفس بعض، 80 جرام زدت بس 80 جرام. حبيت تعملوها اكبر تعملوها، بس يعني هي منظرها حلو بالكبر اللي انا عملته، او هي بالمحلات بتكون بالشكل هذا. هغطيها واشتغل عليها على طول، انا مش حسيبها تخمر. شايفين كيف انا بس هركز على الاطراف. بيقولولي صبايا كيف بتعملي هذا الشكل، بس انا ببرمها بركز على الاطراف، بمسكش النص نهائي. شايفين بالايدتين بروح على الطرفين وببرمها. حامل بس 3 قطع حتى تشوفوا كيف. هيك انا خلصت 3 قطع. انا حامل معكم 3 انواع اليوم، 3 اشكال سريعة. وان شاء الله بفيديوهات تانية هعملكم كمان فطائر تركية نوع تاني. شايفين هحط التغليفة، هضيفها هلأ
في الدبس، أنا ما بحب أمسك بإيدي، ما زال في معالق أو كفكيرة بتأدي الواجب، هيك أفضل. هحطها بالدبس، بعدين أحطها بالسمسم وأغلفها كويس. طبعا أنا بجهز تقريبا قد صينية، ما بعمل واحدة تنتين حتى ما يخمروا، يعني أنا بجهز كمية بحطها وبغلفها بعدين بحطها بالصينية حتى كلهم يتخمروا تخميرة واحدة. يعني ما بعمل واحدة وبحطها بالصينية وبعدين بعمل واحدة وبحطها، لا، حضيف كل القطع في الصينية. اجت عندي 8 9 قطع بالظبط، الحبة التاسعة حطيتها بالصينية التانية. هجيب سكينة تكون حامية وحامل فتحات من النص، طبعا هي هتكون فتحات صغيرة مش كبيرة، بس مجرد اني اعمل كممر احط فيه الحشوات زي ما انتو شايفين. بأصبعي حضغط حتى احط الحشوة. الحشوات هنا مختلفة، هنا هاي الأتراك بس بحطوا فليفلة، بندورة، بحطوا قطع بندورة وجبنة. أنا هحط هنا صلصة، صلصة البيتزا أنا هنا عملها بالبيت وطريقتها هحطلكم إياها بخانة الوصف مع طريقة البيتزا الإيطالية. حطيت جبنة، أي نوع جبنة متوفر عندكم بتحطوه، فيك تحطوا ذرة، فيك تحطوا لحمة، فيك تحطوا دجاج، جبنة، زعتر اللي بدكم اياه. هحط فليفلة ملونة، كان متوفر عندي هاي الاغراض وعملتها، يعني هذه اكلة سريعة وما بتاخد وقت. حطيت كمان زيتون، ممكن تحطوا زيتون اخضر، ممكن تحطوا توم فيش كمان طيبة. حطيت على الوجه اورجانو، مش متوفر اورجانو فيك تحطوا زعتر، بس بيعطي طعم طيب وريحة حلوة كمان مفيد. هيك انا هحضرها للخبيز. سر نجاح الفطائر، هنحط صحن في مية مغلية وأسكر عليه. فترة الخبيز هتاخد 15 دقيقة، ممكن تاخد معاكم أكتر شوية حسب نوع الفرن، على درجة حرارة 200. بهاي الفترة أنا هجهز الصينية التانية، يعني أنت بتجهزي على طول تشتغلي بالخبيز. عملت قطع وكورتهم قطع متساوية الحجم اللي انتو بتحبوه، بس هو هذا الحجم الموجود في المحلات. غلفتها طبعا بالدبس وبعدين حطيت السمسم، عملها بالشكل هذا زي قطع الخبز الفينو او خبز الهامبرجر. بكوباية حضغط عليها لأحط واعمل مكان للحشوة، احسن ما تعملي بالايد طبعا، هاي افضل تعطي نتيجة احسن. كمان هيك أنا الجزء الفطائر عندي حشيها نفس الشيء لأنه هاي تكون موجود عندي. هحط الصلصة، زي ما قلت لكم الأتراك ما بحطوا صلصة في هاي الفطائر خاصة، بس أنا بحب أحط بتعطي طعم طيب. هحشيها نفس الشيء، بس زدت هنا ذرة، لو في صدر دجاج فيكم تحطوا صدر دجاج مع البصل مع الجبنة كتير بيطلع طيب، بس هي هيك بتكون بالمحلات. هيك أنا خلصت الصينية الثانية، طبعا الصينية الأولى كانت جاهزة بطلعها على طول، بخلصت الثانية وبحطها، يعني هيك أفضل وما بتخمر كتير، كتير حلوة، شايفين شكلها أحلى من فوق ومن تحت. طبعا النار كانت، نسيت أقولكم هاي الشغلة، هيك طلعت عندي النتيجة. ما بتتخيلوا إن العجينة ما أحلى، هي سخنة وأنا مش عارفة أمسكها، العجينة كتير كتير طيبة وبتشهي طعمها كتير طيب. أنا عملت هنا كيلو طحين، الكيلو أعطاني كمية حلوة وفيرة كانت ما شاء الله، يعني كان هذا اليوم فطور عملته على الأد. فيكم تعملوا الكمية للعيلة أكبر من كده، فيها تعمل 2 كيلو أو كيلو ونص حسب ما أنتوا بتحبوا. شايفين ما أحلاها النتيجة، كتير حلوة وإن شاء الله هيك يا ربي بتعجبكم. الفطائر والمعجنات ما بتتاكل إلا بالبيت، بالبيت وبس، طريقته سهلة وما بتاخد وقت، وحق القطعة أو التنتين ب
بتكلف وبتعمل لي لكل بيتي. هيك أنا جهزت الصينية، بس هعملكم الشكل التالت بسرعة، يعني أنا كنتش بدي أنزله بالفيديو بس حبيت أنزله لبعض الصبايا. هعمل الرغيف وأمده مدة صغيرة بالشوبك، وبعدين أحط جبنة وأحط الحشوة اللي أنتوا بديها. طبعا أنا بتركوا الحشوة هاي اللي كانت موجودة عندي، هحشيها وأعملها بالشكل هذا. طبعا هغطسها بالدبس وأسقيها فيه. إذا حبيت اللون أكتر يطلع غامق فيكم تزيدوا دبس أكتر. شايفين هيك جهزتها، بدي أكورها كويس بإيدي عشان تطلع شكلها مظبوط وأحلى، وأحطها في الصينية. هعمل فتحات صغيرة، طبعا ما بدي أوصل للآخر عشان ما تطلع الجبنة، خليها مسكرة بهذا الشكل. وهخبزها على طول، مش هسيبها تتخمر. عارفين انه هاي كل الوصفة ما اخذتش معايا ساعة، كنت مخلصة شغلي. هحطها طبعا بالفرن، وهيك كانت النتيجة. شايفين من جوا ما احلاها، كتير طيبة. هاي اطيب لما تنحشى دجاج كمان، وفيكم تعملوها بلحمة، حاجات اختيارية، او ممكن تحطوا كمان سبانخ مع فيتا. طيبة ومشهية مع كاسة الشاي. طبعا عملت كاسة شاي، حطيت شاي وعملت عصير. فطائر طيبة وسهلة ولذيذة وما بتكلف. فطور وغدا وعشاء للبيت للعزائم، الحمد لله نعمة من رب الكريم. وأنا كده خلصت معاكم الفطائر التركية لليوم. بتمنى من كل قلبي إني تعجبكم، ولو عجبتكم وصفاتي ما تنسوا الاشتراك وعمل لايك، وانتظروني فيديوهات قريبة.